رفع مجلس الوزراء خالص تهانيه إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على ما أفاء الله به على سموه من نعمة الصحة والشفاء، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه. وأشاد مجلس الوزراء بالدور الوطني الكبير الذي يطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مسيرة مملكة البحرين الزاهرة وبإسهامات سموه المميزة في تعزيز أسس ودعائم الدولة الحديثة، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق التطلعات ومواصلة السير بخطى ثابتة ومستمرة على طريق النجاح والتقدم والخير لصالح كافة أبناء البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء قبل الجلسة بالتصريح التالي: بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني، فقد أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي يطلع به الحرس الوطني إلى جانب المؤسسات الأمنية والعسكرية في منظومة الأمن وتأمين الاستقرار في البلاد، منوها المجلس بما يشكله الحرس الوطني إلى جانب قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية من حصن منيع للذود عن المكتسبات الوطنية ومنجزات المملكة، مشيدا المجلس بالمستوى الرفيع الذي يبلغه منتسبو الحرس الوطني عاما بعد عام وبرئاسة الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة وما يقومون به من أدوار وطنية كبيرة بكل احترافية واستعداد تام لتلبية الواجب بكل اقتدار. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى التعاون الوثيق والتام فيما بينها لتوجيه الجهود الحكومية لخدمة المواطن الذي يشكل محور برنامج عمل الحكومة، مشددا سموه على تحقيق أقصى قدر من التعاون مع مجلس النواب والتعاطي الإيجابي المرن معه لتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة وتكريس مبدأ الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. في هذا الصدد أكد مجلس الوزراء بأن برنامج عمل الحكومة يشكل إحدى الدعائم الرئيسة للعمل الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة بروح الفريق الواحد الذي يسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة وتنفيذ للرؤى الطموحة للمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي اشتمل على خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع ومواصلة تعزيز الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحقيق التنمية الشاملة التي ترتكز على مبادئ رؤية مملكة البحرين 2030 الاستدامة والتنافسية والعدالة. بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي: أولا، طلع المجلس على أهم المؤشرات الاقتصادية للفصل الثالث من العام 2018 والتي أظهرت نموا إيجابيا في مختلف القطاعات الاقتصادية مقارنة بالفصل الثالث من العام 2017، وقد بينت المؤشرات أن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3,018,000,000 دينار بنمو سنويا قدره 1.6% مقارنة بالفصل الثالث من عام 2017، ما زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 20% سنويا حيث بلغ 2,200,000,000 دينار، فيما شهد العجز في الميزان التجاري انخفاضا بنسبة 8.8% مقارنة بالفصل الثاني من العام نفسه، بينما تم خلال الفصل الثالث من العام 2018 إصدار 12 ترخيصا صناعيا باستثمار قدره 21.5 مليون دينار، وقد جاء ذلك خلال استعراض المجلس من المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز بشأن مشاريع التنقيب لاستخراج النفط والغاز في القاطع البحري الشمالي، وذلك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ENI الإيطالية، وذلك لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن
ضمن القاطع المذكور، وقرر المجلس أن يتم التنسيق في هذا الخصوص مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. ثالثا، بحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، ويتعلق التعديل بدورية انعقاد اجتماعات مجلس إدارة المراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف الوزارة المذكورة. وقد قرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. رابعا، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم جيم إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والمعد بناء على الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب، وقرر المجلس إشفاعه بمذكرة برأي الحكومة حوله.